تخب مين بتخبش؟ وانا سبق اذا بتذكروا هون على قضية المرأة وتحرير المرأة والاخره، لما قلت لحد 1957 كان لا تستطيع المرأة في بريطانيا، في المانيا ان تتملك، لا تستطيع ان تتملك الا لوحدها منفصل عن جوزها. تستطيعش المرأة، ما لهاش شخصية اعتبارية في الملكية بعيدا عن جوزها، ما فيش. فقط 1957 لما حصلت على حقها ان يكون لها ملكية. طب احنا ما هو الملكية لها من الاسلام من اول يوم، من 1400. طب لحد 1805 كان يستطيع الانسان ان يبيع زوجته في بريطانيا. 1805 بتقدر تبيع مرتك، بس للحق انهم وضعوا حد اقل سعر، اقل سعر كان محدد السعر، لا تستطيع ان تبيعها باقل من شلن لحد 1805. كن قالوا لي اوروبا والعالم الغربي يبيع مراته محدد السعر، يعني اقل شيء. كيف اقل الاجور اليوم بحددوها؟ هذا بيحسبوها الناس، يعني انه هذه الدول البشر انفسهم البشر مشكلة. كيف يعني؟